عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تضغطوا على القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب واشترك في القناة وخلوا يوميات ام سمسمة وحمدي. وحشتوني يا جماعة. أنا هنا بصور في كفر الشيخ ووريكم الشقة بتاعتي الجديدة بقى وأنا بفرشها. احنا بقى بنوريكم بقى الاوضه اهي اللي انا وريتها لكم وقلت لكم احنا بنفرش شواليك الاوضه دي لسه مكان مكان خليكم معانا لسه يا حبايبي لسه بقى نفسك. الاوضه هي اصلا كانت يعني هي اوضه مش جديده يعني كنا مستعملينها بس جينا جبناها بقى وهنصفنها ونروحها ونوريها لكم كده جميله يا ماما ماشي بتكنس تكنس الخشب معاكم الربع دي بس الاوضه من ناحيه اللي هي واسعه يعني واخده تلاب كبيره اهو واخده تسريحه احنا جايبينه كلهم من بعض. بصي يا حبايبي حطيت كرون وحطيت اريال وستيل يعني وهمسكها بقى ايه والسرير كده هغسلها عشان هي متخربه يا جماعه. ايه يا سلام نور يا زلمة نور فقلم شايفين يا حبايبي خليكم زي الفل اهو يا حبايبي كان موسك اول كان كله تراب لا ما شايفين كده وبرده ايه في الحته الثانيه في السير الثاني هو زي برده هتغسل ولا همسح ولا برده بتعمل في السلام بتغسله هنغسل كل حاجه كده ونصبها واحده واحده. دليا طلعت الملايات من فوق كل وراها بالحته يا حبايبي ونضفه ايه خمسه بقى يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة حلوة احنا بنعملها يا حبايب قلبي. قناة يوميات سمسمة وحمد وقناة يوميات ام سوسو. اهو يا حبيبي كده. بتوزع في المراية. هدي يا دليا كمان حتة نضيفة تانية يعني الحتة اللي معاكي دي عشان ألمع بيها. هي اوضه كامله سريرين ودولاب وتسريحه وكمبيوتر دي اوضه اطفال يا جماعه كده خلصنا تصميم السراير والمرايات يعني الدولاب والجو السراير والتسريحه والكمبيوتر هنجيب بقى موزات هنجيب ميه ونمسح يلا يا دليل يلا هما يجيبوا بقى يمسحوا ازيك يا دليل دليل تسلم عليك شايفين يا جماعه شايفين الجمال هنا السريرين هنا الطابة هما جابوا جبنا بقى مية وحطوا فيها شوية كرون وانا نمسح اهو خليك تمسح كنا كنسينها بقى ما احنا موريناكوش قوي مكنوسه ومتظبطه بس قلنا بقى ايه عشان نفرش بقى يلا
المراتب؟ اه محمد احنا هنحط المراتب وهتشوف الاوضه. مراتب حتى تمسح برضو الاماكن المضطربه تاني. عشان محمد جبنا المراتب برضه وحطناهم على السراير. هنبدا بقى نفرش ملايات الاطفال. برضه يا جماعه المخدات بتاعتهم لسه عند الراجل، يعني احنا جبنا خلص المراتب وجبناها، احنا هنحط لهم الخداديات ايه؟ هنحط الوشوش بتاعتهم. لسه المخدات عند الراجل ما جاتش. انت بتعمل في الخداديات؟ سما سما سلم هي زعلنا من دل كم كمان ايه ده؟ حط التانية يا دنا. اعملها شبه ما كانوا معملين في الأول. خدتي دلوقتي خدت عشان التصوير. أنا بصور على فكرة. كده يا جماعة فرشوا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ قولوا لنا بقى يا جماعة. شايفين شكل الأوضة؟ اقعدوا كده بقى عشان تطلعوا أنتوا كلكوا كده، عشان عايزة أبين الأوضة كلها. كلكوا يلا. كده فرشنا شايفين مساحه اللمحه تاني. شايفين السراير؟ هات الترابيزه من بره اللي هم الكراسي يعني. شايفين شكلها؟ معايا حلوه كده. شايفين يا جماعه شكل الاوضه؟ يا جماعه قولوا لنا بقى رايكم بعد الاوضه بعد ما نظفناها. سيب بس اوريكم ايه شكلها حلو السراير؟ جميله 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 والدولاب معاهم برده عامل الحكايه. جميل. الدولاب شايفين الدولاب والمرايه وكله. هي دي الاوضه بقى كلها. يلا يا حبايبي بقى نبدا معاكم نعمل معاكم الصلاه يا حبايب قلبي. معلش وداخلين على الصاله. شايفين الصاله؟ ما بقى يكنسوها. ركنا يا جماعه شوفوا بقى قولوا لنا برده. ركنا برده اللي احنا جايبينها جبنا معموله يا حبايب قلبي. اهي قولوا لنا برده ايه رايكم في الركنه الجديده اللي احنا جايبينها لسه جايبينها جديده وعاملينها عموله عند الراجل. جه الراجل قسمنا المكان زي عندنا فوق في الشقه اللي فوق وعمل لنا الركنه ديت. احنا طلبنا منه يعني ايه يعمل لنا كده. هي الركنه كلها شلت يا جماعه اهي زي ما انتم شايفين اهي. هي ركنه جميله وجامده وروعه يا جماعه. جبناها برده وحطيناها لسه حاطينها النهارده، يعني احنا بنوريكم الفرش بعد ما فرشنا الشقه وكده. مديها برده شكل حلو مع الصاله. اهو يا حبايبي برده مساعد بيت مساعد فيها ننظف على خيرها بس بقى. صحة برضه ونروقهم لنا برضه ويا ريت يا حبايب قلبي في الركنة بعد ما رتبناها كده وخلاها كده. اهو يا حبايبي. خالتي بتمسح؟ تمسحها؟ بس البلكونة يا حبايب قلبي ما فيهاش نور وكده فهي ممكن مش شايفة. مش عارفة البلكونة برضه مش عارفة هو هيبان التصوير لأن احنا بنمسح بنروق بالليل يا جماعة. لا يا سيما البتاع ده مضايقنا مفيش معلش خلي فين خلي فين شوية تعال 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 هنا كنستي وبتمسح تمسح اهي حطوا بقى لايك يا جماعة بعد تحطوه كله لايك أهم حاجة دوسوا اللايك مش هتخسروا حاجة. Gracias.
زي ما وريناكم اوضه الاطفال بعد ما فرشناها وريناكم ركن وكده. يا جماعه خلصنا الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا مع السلامه يا حبيب قلبي.